تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو قد جمعت لكم كل التمارين للدروس التي كانت في شهر نوفمبر، يعني لدينا تمارين دعم شهر نوفمبر. كل الدروس التي كانت في شهر نوفمبر قد لخصتها في 18 تمرينا، لدينا 18 تمرينا خاص، هذه التمارين كلها خاصة بشهر نوفمبر، يعني كل الدروس سنأخذها من خلال تمارين. لذلك لمصلحتكم أنتم تابعوا الفيديو للأخير لما فيه من فائدة كبيرة إن شاء الله، يعني في نفس الوقت سأحل التمرين وأشرح الدرس، الأشياء التي تكون غامضة سأوضحها بالتفصيل وبهدوء شديد، لذلك تابعوني. لدينا التمرين الأول، جمع سليم وأخته مبلغا قدره 2800 دينار في حصالتهما. سليم وأخته مع بعضهما البعض جمعوا هذا المبلغ 2800 دينار، فقاما بشراء هدية لأمهما بنصف المبلغ. لم يشتروا بالمبلغ كله، استعملوا فقط نصف المبلغ لشراء الهدية. يعني يجب أن تفهم التمرين أولا لكي تستطيع الإجابة. وقاما باقتسام المبلغ المتبقي بالتساوي، نصف هذا 2800 اشتروا بها هدية، نصف الآخر تقاسماه مجددا. إذن ما هو المبلغ الذي كان من نصيب سليم؟ لكي نعرف المبلغ الذي كان من نصيب سليم يجب أولا أن نعرف خطوات الأشياء التي قاموا بها. إذن لدينا، تابعوا هكذا، سأكتب من هنا العمليات، ولدينا الأجوبة. كانت لديهم 2800، النصف اشتروا به هدية. يجب أن أعرف أولا النصف الباقي الذي تقاسماه بالتساوي لكي أعرف سليم ما هو نصيبه. سنقسم 2800، لأنه قال نصف المبلغ تقاسمه، نصف المبلغ 2800 تقسيم 2، 2 تقسيم 2 1، 1 في 2 2. أنا أحل بالتفصيل لكي تفهموا. أنزل 8، 8 تقسيم 2 4، 4 في 2 8 0. ننزل 0، كل ما ينزل عدد يجب أن أكتب نتيجة. 0 تقسيم 2 0، ينزل 0، 0 تقسيم 2 0. إذن هذا هو المبلغ الذي تقاسماه. مبلغ سليم هو هذا النصف، زادوا هذا النصف قسمه. إذن العملية مجددا، لدينا 1400 سنقسمها على 2 لنجد نصيب سليم وأخته، هو هما تقاسما، يعني سيحصلان على نفس المبلغ. 14 تقسيم 2 7، 7 في 2 14 بالناقص 0. ننزل 0، كل ما ننزل عدد تحصل عملية. 0 تقسيم 2 0، 0 تقسيم 2 0. إذن المبلغ الذي كان من نصيب سليم هو 700، وأخته أيضا 700. إذن 2800 قسموها على زوج، 1400 شروا بها هدية، 1400 تقسموها، 1400 كي تقسموها 700، 700. إذن المبلغ الذي كان من نصيب سليم هو 700 دينار جزائري. سأكتبها في خانة الأجوبة. المبلغ الذي من نصيب سليم هو 1400 تقسيم 2 تساوي 700 دينار جزائري. هكذا يكون الجواب، لا ننسى أبدا الوحدة. نمر للتمرين الثاني. يقول رتب بائع أحذية علب سلعته فوق بعضها البعض. إذا كان عدد العلب هو عنده 15 علبة وسمك كل علبة 20 سنتيمتر، دار علبة فوق علبة فوق علبة، 15 علبة كل علبة 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر وهكذا، فما هو بالمتر المربع ارتفاع كومة العلب؟ إذن لكي نعرفها يجب أولا أن نعرف كومة العلب بالسنتيمتر، كومة العلب يعني ارتفاعها، ارتفاع هذه العلب نعرفها بالسنتيمتر لأن كل علبة فيها 20 سنتيمتر، وبعد ذلك نحولها للمتر، هو يريدها بالمتر. إذن لدينا الحل، تابعوا
العمليات والأجوبة. هذا هما نفس الطريقة لحل وضعيات إدماجية. إذا أولا أول عملية سأقوم بها وهي كتابة 20 في 15 حتى أعرف الارتفاع بالسنتيمتر. 5 في 0 0، 5 في 2 10، ثم أضع النقطة. 1 في 0 0، 1 في 2 2، عملية الجمع 0 0 3. إذا هذه 300 بالسنتيمتر. إذا كومة العلب هي لدي 300 سنتيمتر، سأحولها إلى المتر فكم تساوي؟ نحتاج إلى ماذا؟ جدول الأطوال، تابعوا جيدا، سأضعه لكم هنا أو هنا فقط حتى تكون أكثر وضوحا، تابع معي. قلت لكم في كل مرة على التلميذ أن لا يتكاسل في رسم الجدول، لماذا؟ حتى يتعود عليه. لدينا مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، ديكا متر، هكتومتر، وكيلومتر. هذا هو جدول الأطوال. قال 300 سنتيمتر، هذا الصفر أضعه في خانة السنتيمتر. 300 كم تساوي من متر؟ أين خانة المتر؟ هذه هي، أين جدارها؟ أين تنتهي؟ هنا، هذا هو حدها. إذا 300 سنتيمتر كم تساوي من متر؟ تساوي 3 متر. إذا هذا هو ارتفاع كومة العلب، ارتفاع كومة العلب هو 3 متر. نواصل التمرين الثالث. يسير قطار بسرعة ثابتة قدرها 80 كيلومتر في 30 دقيقة. هو كل 30 دقيقة يمشي 80 كيلومتر. ما هي المسافة التي يقطعها في 3 ساعات و30 دقيقة؟ اسمعني. إذا هو في 30 دقيقة، 30 مينوت، سيمشي 80 كيلومتر. في 30 دقيقة يمشي 80 كيلومتر. في 3 ساعات و30 دقيقة كم سيمشي من كيلومتر؟ اسمعوني سأشرحها لكم بالتفصيل. هذه ثلاث ساعات، هذه 3 ساعات كم فيها من 30 دقيقة؟ فيها 30 و30 تعطينا ساعة، 30 و30 ساعة، 30 و30 ساعة. إذا كم فيها من نصف ساعة؟ كم فيها من أنصاف؟ 1 2 3 4 5 6، 6 وهذه 7. إذا هذه 80 كيلومتر سوف أضربها في 7. لماذا؟ لماذا؟ لأني أعرف أنه نصف ساعة واحدة الوحدة يمشي فيها 80 كيلومتر، هو مشى 7 أنصاف، مشي 7 أنصاف، لذلك سأضربها في 7. 0 في 7 لدينا 0، 7 في 8 56. إذا في 3 ساعات و30 دقيقة سيمشي 560 كيلومتر. إذا 80 الحل، العمليات والأجوبة. ماذا سأفعل؟ 80 ضرب 7، 7 أنصاف أنا أقصدها، تساوي 560. إذا الأجوبة المسافة هي 560 كيلو متر. نواصل. سمي الزوايا التالية، سمي الزوايا التالية. اسمعني، هذه الزاوية ما اسمها؟ انظر، نستعمل دائما الكوس، نضعه على القاعدة. انظر، هي أكبر من الزاوية القائمة. لما تكون الزاوية أكبر من الزاوية القائمة، لأن الزاوية القائمة هذا هو حدها. هنا نقول زاوية قائمة، والزاوية القائمة نعرفها 90، هذه أكثر من 90. ماذا سنسميها؟ نسميها منفرجة، زاوية منفرجة، منفرجة يعني أكبر من 90. ماذا سنسمي هذه؟ نضع الكوس. انظر، متطابقة تماما مع الزاوية القائمة.
إذن هذه الزاوية ماذا سنسميها؟ سنسميها قائمة. ولدينا هنا نضع قلت لكم تماما مع القاعدة ونرى الزاوية القائمة هنا التي تكون أصغر من الزاوية القائمة ماذا سنسميها؟ سنسميها بالزاوية الحادة، حادة. هذه زاوية حادة. ما هي الزاوية الأوسع؟ هي الزاوية الأولى واسمها منفرجة. ما هي المنفرجة؟ الزاوية الأوسع هي الزاوية المنفرجة. لدينا التمرين الخامس، لاحظ الأشكال وأكمل ملء الجدول. لدينا المضلع A، هذا A يقول عدد الزوايا القائمة، انظر، قائمة، قائمة، قائمة وقائمة، فيه كم زوايا قائمة؟ 4. عدد الزوايا الحادة 0، هل فيه زوايا حادة؟ غير موجودة. هنا كم فيه من زاوية قائمة؟ نتأكد دوما بالقوس، ليست قائمة، ليست قائمة، إذا ليس فيه زوايا قائمة. هذا سي، مررت إلى سي. عدد الزوايا المنفرجة قبل أن أمر إلى سي، عدد الزوايا المنفرجة في A 0. المضلع B، الآن أنهينا هذا، نحن في B. B عدد الزوايا القائمة، نتأكد بالقوس، هذه ليست قائمة، هذه ليست قائمة، وهذه ليست قائمة. إذا الزوايا القائمة في B 0. زوايا الحادة، هذه حادة وهذه حادة وهذه حادة 3. زوايا المنفرجة، ليس فيه زوايا منفرجة 0. الآن C، لاحظ معي C عدد الزوايا القائمة 0، ليس فيه زوايا قائمة. عدد الزوايا الحادة، انظر نرى إن كانت أكبر ولا أصغر من 90، لاحظ أصغر، هذه صغيرة، وهذه أكثر من 90، هاك تلاحظ، هذه منفرجة، هذه منفرجة، هذه حادة وهذه حادة. إذا زوايا الحادة 2 والمنفرجة 2، هذه منفرجة وهذه حادة. الآن لدينا D، هل فيه زوايا قائمة؟ نتأكد، ليست قائمة، ليست قائمة، ليست قائمة. هل فيه زوايا قائمة؟ لا. هل فيه زوايا حادة؟ الحادة قلت لكم تكون أكبر من هذه زاوية منفرجة، هذه منفرجة، هذه منفرجة، 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 منفرجة. كيف عرفت ذلك؟ لأنني إذا وضعت هكذا، انظر، هاي كبيرة، هذه منايا منايا، يعني أكبر من 90 درجة، كلهم أكبر من 90 درجة. عدد الزوايا الحادة غير موجودة، الزوايا المنفرجة 1 2 3 4 5 6 زوايا منفرجة. نواصل التمرين السادس، ماذا يقول؟ ماذا يمثل الرقم 4 في الأعداد التالية؟ لاحظ هذا 4 هنا، ماذا يمثل؟ وحدات، عشرات، مئات، آلاف. يمثل الرقم هو منزلة الآلاف، يمثل منزلة الآلاف. وهنا ماذا يمثل 4؟ نرتب، وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرة الآلاف، مئات الآلاف، ملايين. يمثل منزلة الملايين. أين 4؟ 4 هنا. وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، يمثل عشرات الآلاف. وهنا وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، مئات الملايين. فقط تقرأ وتكتب، بسيط جدا. تمرين السابع، اقرأ العدد وأكمل ملء الجدول. يريد هنا رقم الملايين وهنا يريد العدد الملايين. قلنا الفرق بين الرقم والعدد يجب أن نراجعه. الرقم عبارة عن نمرو واحد، الرقم عبارة عن رقم واحد فقط. العدد هو تروح عند هذه المنزلة ليطلبها وتمشي منها، يعني تأخذ كل الأعداد وكأنك تصنع الجدار. تابع معي، لدينا هنا رقم الملايين، وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. هل توجد ملايين؟
لا صفر، غير موجود. ما دمكش رقم الملايين، هل يكون هناك عدد الملايين؟ بطبيعة الحال لا، لأن كل المنزلة غير موجودة. لدينا الوحدات البسيطة والآلاف، غير موجودة الملايين. وهنا الوحدات البسيطة، الآلاف، وهنا الملايين. تابعني، يريد رقم الملايين رقم وحدة عشرات آلاف مئات، وحدة عشرات آلاف، وحدة عشرات مئات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، الملايين. الرقم هذا هو، مادام قلت الملايين، هو 8، يكون نمرة 1. إذا هنا سأكتب 8. يقول عدد الملايين، نجي عند رقم الملايين، رقم الملايين 8 هذا، ونبني جدار، وهذه كل أعداد منا نأخذها. إذا هي 18، هكا نكتب 18. وهنا رقم الملايين، هنا وحدة عشرات مئات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين. هذه هي منزلة الملايين. إذا الرقم قلنا عبارة عن نمرة 1، وهو 0. أما في العدد، نجي من 0، من نبني جدار ونأخذ كل هذه الأرقام التي تكون من هنا، يعني 260. نواصل، يقول اكتب بالأرقام الكسور التالية. السدس، ما هو السدس؟ هو 1/6، نقول عنه السدس. 7/4، يعني سبعة على أربعة. 3/5، 3 و5، ها، 3/5. 5/10، يعني 5 و10، ونكتبها على بعض، ها، 5/10، 5 من 10، بسيط جدا. اكتب بالحروف الكسور التالية. 10/2، 10 أنصاف، 10 أنصاف، 10 أنصاف. وهنا انظر، 1/8، 1/8 نسميه الثمن. 6/7، 6 أسباع، 6 أسباع، هكذا. 9/10، يعني 9 أعشار، 9 أعشار. تمرين بسيط جدا ويخدم الدرس. لدينا التمرين العاشر، عند خضار 300 كيلو غرام بطاطا، باع منها 4/6. هو عنده 300 كيلو غرام بطاطا، باع منها 4/6، باع 4 أسداس معناتها. ما هو الكسر الذي يمثل كمية البطاطا المتبقية؟ شوف، هو باش يكون الكسر كامل، عندنا 4/6، باش يكون الكسر كامل يلقى يكون 6/6، هذه كاملة. كما نقول لك أنت تدي في العلامة الاختبار، تدي 10/10، هو العلامة الكاملة. إذا ديت 9/10، شحال هو ناقصك؟ ناقصاتك 1/10، صح؟ هكك التمرين هذا. انظر، قال لك هو باع 4/6، ما هو الكسر الذي يمثل البطاطا المتبقية؟ هو لازم باش يكون يباعو كامل، إذا قال يكون 6/6، هو باع 4/6، ما هو الكسر الذي يمثل البطاطا المتبقية؟ هو 2/6، كيف عرفت ذلك؟ 6 ناقص 4، 2. ما هو الوزن الذي يمثله هذا الكسر؟ ديما واش تروح دير تضرب هذا في الباسط وتقسمه على المقام، 300 × 2 × 6، إذا 300 × 2 × 0 = 2 × 3 = 6. هذه 6 ما نخلوهاش هكاك، نقسمها على 2، لأنه هذه 300 راح تضربها في 2/6. في 2/6 واش معناتها؟ معناتها تضرب في 2، النتيجة التي تجدها تقسمها على 6. لاحظ، سوف أقسم على 6. 6 تقسيم 6، 1. 0 تقسيم 6، 0. 0 تقسيم 6، 0. إذا 100. 100 ماذا؟ كيلوغرام. ما هو الوزن الذي يمثله هذا الكسر؟ 100 كيلوغرام. هذا هو البطاطا المتبقية. واضح؟ نواصل. أكمل ما يلي. 5 + 8/9 كم يساوي؟ يقول ما هو الكسر؟ لاحظ معي جيدا، هذه 5 نرجعوا لها 9 تحت على الكسر حتى نستطيع أن نحسب، لأنه في الكسر شوف دائما كاينة 9، ها، ما دام الكسر هنا 9 راح نكون في المقام 9، ها، المقام لا يتغير، 9. 9 هذه اضربها في 5، هذه ما عندهاش مقام، ما عندهاش مقام، معناتها راهو 9، ها. لكي ترجعه ماذا تفعل؟ تضرب 5 في 9، 9 في 5 وشحال؟ 45.
45 زيد لها الآن 8، 45 زيد لها 8، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53. هكا 53 على 9. واش درت؟ كتبت المقام 9. 9 هذه ضربتها في 5، كي ضربتها في 5 زدت لها 8 ولات لي 53. نواصل. لدينا هنا 7 من 6. 7 على 6 ماذا تساوي؟ يريده عدد طبيعي زائد كسر. العدد الطبيعي فليكن 1. دائما كيقول لك يطلبها منك ضع 1، أول فكرة أنك تضعها تجي في بالك تحط الواحد. يا أخي على الواحد، لأن الواحد هو 6 على 6. 6 على 6 1، 6 على 6 1، زائد 1 على 6. تابع معي، سأشرحها لكم أكثر. لماذا وضعت هكذا؟ انظر، لدينا 7 على 6 تساوي 6 على 6 زائد 1 على 6. 6 على 6 هذه أي عدد تقسيم نفسه، أي عدد على نفسه هو الواحد. 1 زائد 1 على 6 هذه هي. نواصل، لدينا 49 على 6 ماذا تساوي؟ قلت لكم هنا تجي في بالي ندير 6 على 6 ونرجعها 1، لأنها هي أبسط حل، لكن هنا نستطيع أن نستثمرها بطريقة أخرى. 46 على 6 أقرب مثال، أقرب عدد يقسم 6 ما هو؟ أقرب عدد يقسم 6 انظر، 48. 48 على 6 كم تساوي؟ تساوي 8 زائد 1 على 6. 48 على 6 زائد 1 على 6 تعطيني 49 على 6، ياك. 48 على 6 كم تساوي؟ تساوي 8. 48 تقسيم 6 8 زائد 1 على 6. نواصل، يقول احصر كل كسر مما يلي بين عددين طبيعيين متتاليين. صح، 25 تقسيم 3 ما هو العدد القريب ليقسم 3؟ ما هو؟ 24. 24 تقسيم 3 8، إذن هنا 8، وأكيد بعد 8 ستكون 9. 38 تقسيم 6 ما هو العدد القريب ليقسم 6، يكون قريب من 38؟ ما هو؟ لدينا 6 في 6 36، إذن هنا 6. 38 تقسيم 6 راهي تعطينا 6 فاصل، لذلك وجدت هذه 6. 6 ومن هنا 7. 4 تقسيم 10 ربع صغير على 10، إذن هنا 0 وهنا 1. يقول تمرين 13، اكتب في شكل عدد بالفاصلة. لدينا 2635 تقسيم 1000، 1000 شحال فيها من صفر؟ ها، فيها 1 2 3. إذن عندما أنزع من هنا 3 أصفار سأنزع من هنا 3 أرقام، نبدأ من الوحدات 1 2 3. هذا وش معنى تنحو؟ معنى ندير فاصلة. إذن تساوي 2.635. كما من هنا نح 3 أصفار، النح الفوق 3 أرقام، هكذا. نواصل، 32 على 1000، 1000 شحال فيها من صفر؟ فيها 3، 1 2 3. كي نحيهم لازم نحو 3 أرقام، 1 2 نقدر نحي 2، خصني، ها انظر، خصني واحد آخر، هذاك هو نديرو صفر، مادام ما كانش ندير صفر، ونزيد صفر منا، تاع الفاصلة، باش يكونوا لي 3، 1 2، نزيد صفر وهمي، وندير الفاصلة، وندير صفر، علاش؟ باش تكون من هنا ناحية 3، من هنا ناحية 3، واضح؟ هكذا. لدي 1425 على 100، 100 شحال فيها من صفر؟ 2، معناتها الفوق شحال نح عدد؟ نح 1 2، نح هذو زوج، معناتها الفاصلة تجي هنا، 14.25. نزيد هنا 176 على 100، 100 شحال فيها من صفر؟ فيها زوج، 1 زوج، نحي من الفوق 2 أرقام، نحي 6 و7، هذو نرميهم مور الفاصلة، نرميهم مور الفاصلة، 1.76. على 76 خطر باش نولي نحيت زوج، بعتهم وبنيت حيط. 38 على 10، 10 وشحال فيها صفر؟ فيها 1، إذا نحي رقم 1 فقط من الوحدات، نبدأ من الوحدات ونحي، إذا نحي 8 نديرها مور الفاصلة، تولي 3.8. 5 على 10، 10 فيها صفر، 1 تدي رقم 1، ياك؟
هذا نحيه نحطو مور الفاصلة. كي نحطو مور الفاصلة قبل الفاصلة واش كاين؟ ما كان والو، ندير صفر، 0.5. نواصل لدينا التمرين 14. قال اكتب في شكل عدد كسر 20. هنا كان هذا عكس هذا التمرين، هنا يعطي لنا كسر 20 ويطلب منا كتابة عدد بالفاصلة. هنا هذه المرة يعطينا العدد بالفاصلة ويقول لنا كيفاش كان. تابع معي. أول حاجة تديرها أنك تنحي الفاصلة وتكتب الفوق العدد كامل، كي يقول لك اكتب في شكل عدد كسر 20. نحي الفاصلة واكتب العدد كما هو 913. نحيت الفاصلة، شحال كاين فاصلة وشحال كاين رقم مور الفاصلة؟ كاين 2. وش هو الرقم اللي فيه زوج أصفار؟ هو 100. كاين 1 2، هنا تجي 1 2 زوج أصفار، واضح؟ كيما هنا كي نحي الفاصلة كيفاش نقرأ العدد؟ قلت لكم نحي الفاصلة وكتبوا كامل 109. شحال كاين رقم مور الفاصلة؟ 2. وش هو الرقم اللي فيه زوج أصفار؟ 100. شوف هنا تفهم أكثر. 1.113، نحي الفاصلة تشوف اقرأ 1113. شحال كاين رقم بعد الفاصلة؟ 1 2 3. وش هو الرقم اللي فيه 3 أصفار؟ 1000. هنا كاين 1 2 3، 1 2 3 تاع الأصفار. 98.3، قلت لكم نحي الفاصلة وكتب العدد في البسط كامل، شغل بدون فاصلة، بدون فاصلة. شحال كاين رقم مور الفاصلة؟ 1. شو هو العدد اللي فيه 0 1؟ هو 10. نمر هنا، نحي الفاصلة وكتب العدد، كانت 0.78، لما تنحي له الفاصلة الصفر هنا يصبح غير مهم، هو 78. شحال كاين رقم مور الفاصلة؟ 2. إذا هو 100. هنا نحي الفاصلة، قلت لكم اكتب العدد كامل، كانت 15.325، كي تنحي الفاصلة 15.325. شحال كاين عدد مور الفاصلة؟ 1 2 3. وش هو العدد اللي فيه 3 أصفار؟ هو 1000. وين اكتب؟ تمرين 15، ماذا يقول؟ اذكر معامل التناسبية الموافق لهذا الجدول. معامل التناسبية كيفاش نلقاوه؟ هو اني نقسم على الاعداد، نقسم العدد الكبير على الصغير. 160 على 20، 120 على 15، 360 على 45، 880 على 110. معامل التناسبية هو أني نجد نتيجة القسمة متساوية في كل الأعداد. كي نقسم 160 على 20 هي نفسها 120 على 15، هي نفسها 360 على 45، وهي نفسها 880 على 110. نتأكد حتى نحسب معامل التناسبية. 120 تقسيم 60، تقسيم 20. 120 تقسيم 20 هي 6. 6 في الصفر 0، 6 في 2 12 0. إذا معامل التناسبية هو 6، معامل التناسبية هو 6. الآن سأتأكد، مثلا 880 على 110، عذرا تأكدت هنا، لدي ليس 120 تقسيم 20، 160، آسفة جدا، 160 تقسيم 20 تساوي 8، تساوي 8، عذرا آسفة، خطأ غير متوقع غير مقصود. إذا معامل التناسبية هو 8، معامل التناسبية 8. هذه 160، 160 تقسيم 20 8، نحسب 880 تقسيم 110 نجدها 8، لأن الصفر في 8 0، 8 في 1 8، 8 0. الآن لو كان نحسب 360 تقسيم 45 نجدها 8. ها تابع معي، 360 تقسيم 45، نجرب نحط 8، 8 انظر، 8 في 5 40، نكتب الصفر ونحتفظ بالأربعة. 8 في الرابعة 32، 32 والرابعة 32، 33، 34، 35، 36. رأيت؟ معامل التناسبية هو ثابت. الآن 120 تقسيم 15، انظر، 120 تقسيم 15 سأضع 8، 8 في 5
40. نكتب الصفر ونحتفظ بالأربعة. 8 في 1 8، والربعة 8، 9، 10، 11، 12. ها الباقي 0، 8. رأيت؟ مادام نجد تقسيم هذا تقسيم هذا 8 8 8 8، إذا معامل التناسبية هو 8. معامل التناسبية هو 8. نواصل. يقول: اتجه 4 أشخاص إلى الملعب لشراء تذاكر لهم ولأصدقائهم، وحسب الجدول الذي يلي نلاحظ أن البائع أخطأ لأحدهم ولم يكن المبلغ المدفوع مناسبا. من هو هذا الشخص؟ ما هو الثمن الذي يجب أن يدفعه؟ يعني يريد منك عندما يضع لك جدول بهذه الطريقة، يريد منك أن تحسب معامل التناسبية. لازم نحسب 1000 على 4 و500 على 2 و1450 على 5 و2250 على 9. هناك شخص نجد معامل التناسبية تاعه ماشي كيما الثلاثة الآخرين، هذاك هو الشخص الذي أخطأ له البائع في بيع التذكرة. إذا سنحسب 1000 تقسيم 4، نقسم هذه على هذه، نقسم هذا على هذا، هذا على هذا، وهذا على هذا، ونحسب معامل التناسبية. لاحظ معي، 1000 تقسيم 4، 10 تقسيم 4، 2، 8، 2، 0، 5، 5 في 4 20، نهبط الصفر، إذا 250 هو معامل التناسبية. 500 على 2، 500 على 2، 50، 5 تقسيم 2، 2 تبقى 1، 10 تقسيم 2، 5، 0، 0، 250، هذه 250، 250، سالم صحيح، فؤاد صحيح. نحسب 1450 على 5، على 1450 على 5، 14 على 5 هي 2، 10 تبقى 4، 45، 45 على 5، 45 على 5، 9، 9 في 5، 45، 0 ينزل 0، 0. هذا رامي هو الذي أخطأ له البائع. رامي هو من هو هذا الشخص؟ رامي. لماذا هذا الجين؟ لقينا معامل تناسبية 250، هنا 250، وهذا دفع 290، دفع 290 خطأ. سنحسب لعادل، 2250 تقسيم 9، 22 على 9، لدينا ما هو العدد الأقرب؟ 2، 2، 18 تبقى 4، 5، 5، 45، 0 ننزل 0، 250. هذا أيضا عادل، دفع 250، إلا رامي هو الذي دفع 290. ما هو المبلغ الذي يجب أن يدفعه؟ يجب أن يدفع 250 في 9. 250 في 9 كم حتى يكون صحيحا؟ 0، 45، 9، 18، 18، 19، 20، 21، 22. يجب أن يدفع مش 1450، يجب أن يدفع 2250. هكذا حتى يكون التناسبية صحيحة. أتمنى أن يكون شرحي واضح. نواصل التمرين 17. يشتغل عامل يومي بأجرة 1400 دينار لليوم الواحد، يعني هذا الشخص يخدم يوميا بمبلغ 1400 لليوم. فما هو المبلغ الذي يتحصل عليه خلال 3 أيام؟ 1400 1400 1400، جمع متكرر معناها ضرب. المبلغ في 3 أيام 1400 في 3، 0 0، 4 في 3 12، 3 في 1 3، والواحد 4. خلال 3 أيام سيتحصل على 4200 دينار، هذه في 3 أيام. يقول: ما هي أجرته الأسبوعية، يعني في الأسبوع، علما أنه يستريح أمسية الجمعة؟ لاحظ معي، أسبوع كم فيه من يوم؟ 7. إذا 1400 في 7، هذه يشغلها خلال أسبوع. 0 0، 7 في 4 28، 7 8 9. هذه إذا عمل 7 أيام، ولكنه قال يستريح أمسية الجمعة، يعني 1400 ما يديهاش يوم الجمعة كاملة، ينحلوا منها الأمسية يعني النصف.
نصف اليوم شحال فيه؟ إذا كان يخلص في اليوم كامل 1400، نصف الأرض 1400 ما هو؟ 1400 تقسيم 2، لكي أحسب نصف يوم فقط. 1400 تقسيم 2 هي 14 تقسيم 2 7، ننزل 0 0 ننزل 0 0، نصف اليوم يدي فيه 700. إذا هذه 9800 ما يديش تاع أسبوع كامل، هو يدي 9800 ونقص له هذه الراحة تاعو 700، كم ستكون؟ 9100. إذا أجرته الأسبوعية والنحل منها نص نهار ليجلس فيه يتحسب له ب700، إذا سيأخذ 9100 دينار. 9100 دينار. أتمنى أن يكون واضحا. اكتبوا لي في التعليقات الشيء الذي لم يكن واضحا في شرحي حتى أعيده. يقول: أتمم جدول التناسبية التالي مستعينا بالمعلومات. معامل تناسبية 9، واضح جدا. إذا العدد اللي يكون تحته هو تاع الضرب، دائما الفوق نجد نتيجة تحت بالضرب، نتيجة تاع الفوق بالتقسيم. 4 × 9 36، 29 قلت لكم لكي نجد العدد الذي يكون تحت نضرب العدد الذي يكون فوق بالتقسيم، يعني نحب العدد اللي فوق معناتها نقسم. 27 × 9 هذا معامل تناسبية، هنا 9 هكذا، من تحت ضرب من فوق تقسيم. 27 × 9 3، 9 × 9 نحب العدد اللي تحت، العدد اللي تحت بالضبط، 9 × 9 81، 99 × 9 99 × 9 11. هذا هو جدول التناسبية. إذا إلى هذا الحد نصل إلى نهاية التمرينات والشروحات لدعم شهر أكتوبر، لدعم شهر نوفمبر. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته، إلى تمارين أخرى إن شاء الله، وفقكم الله تعالى.